من قد ايه كنا هنا؟ من هنا من سنه 46، يعني بقى لنا 75 سنه بالتمام والكمال. عندنا مصنع اسمه شركه النيل بيعمل صافي، تقريبا هو اقدم منظف شكله جميل وبيعمل حاجه حلوه جدا. كلنا في البيوت كانت امي الله يرحمها بتقبض مرتبها تنزل تشتري صابون وسكر وزيت وبتاع وعلب الصافو ديت كانت زرقه كده تحطها فوق دواليب المطبخ. قال احنا كده تمام، ما دام عندنا الصابو والصابون وشويه الرز يبقى احنا كده مستورين. فايه حكايه شركه صابو اللي بقى لها 75 سنه؟ الاستاذ فؤاد حنيش ده رئيس مجلس الاداره هيحكي لنا الحكايه ايه. احنا هنا في ريحه صابون شديده جدا، هنعرف كل التفاصيل مع المهندس ومع العمال اللي بيشتغلوا هنا بقالهم سنين طويله. باشمهندس فؤاد اتفضل. السلام عليكم. صباح الفل عليكم. السلام عليكم. اتفضل هنا اتفضل احكي لنا بقى حكايه شركه النيل. شركه النيل دي حضرتك شركه من اقدم شركات المنظفات وصناعه الزيوت والمنظفات في مصر. مين اللي عملها سنه 46؟ الشركه دي كانت 46. الشركه دي كانت اساسا شركه انجليزيه وكانت بملكيه انجليزيه. في سنه 1946 صدر قرار بانها تبقى مساهمه مصريه يعني انجليزيه. يعني هي مؤسسه قبل 46؟ كانت قبل 46 شركه انجليزيه مملوكه لاصحابها من بريطانيا. في صافو برضو؟ لا، كانت اسماء منتجات ثانيه قبل صافو. بعد 46 صدر قرار بانها تبقى شركه مصريه مساهمه، وكان اسمها في الاول الشركه المصريه الانجليزيه للصناعات الغذائيه. بعد الغذائيه؟ كانت للصناعات الغذائيه. حضرتك نتبع الشركه القابضه للصناعات الغذائيه. يعني منتجات شركه النيل دي منظفات وزيوت، مش منظفات. بنطلع زيت. احنا بنطلع زيت. احنا حضرتك بنطلع زيت التموين، زيت الطعام. اللي حضرتك احنا حصتنا 10,000 طن انتاج زيت تمويني للحصه التموينيه كل شهر. طيب في سنه 46 بقت شركه مساهمه. ايوه كويس. وبعدين تم تأميمها بعد كده تم تأميمها في الستينات وتولد بعد كده الادارات لحد ما اصبحت في 1950 بعد الثوره مصريه بالكامل. تمام. يعني وما زالت لحد دلوقتي ملك ما اتباعتش الشركه، ملكيه تامه للحكومه 100%. ممتاز. حاليا دي بتطلع بقى ايه؟ احنا بنطلع المنتج زيوت. هل تعرف اسم صابو ده جه منين؟ لا، انا هقول لحضرتك اصلا الصابون ده جه منين. الصابون فبرضه يعني منتج الصابون كويس. الناس ازاي اكتشفت الصابون؟ الصابون ده حضرتك الروايات اللي بتحكي عن الصابون حضرتك كان زمان من ايام قدماء المصريين. هو دلوقتي خد مني الكاميرا بقى لان هو بيصور بيحكي حكايه الصابون، المفروض انا كنت احكيها بس كويس قوي ان هو بيحكيها. حضرتك قصه الصابون كان في ايام القدماء المصريين كانوا طبعا في الحيوانات كانوا بيستخدموا الحيوانات يذبحوها وياكلوا اللحم بتاعها والجلد ويبقى بتاعها في دهون. ويبقى في دهون. فكان في الدهون دي موجوده مرتبطه بالجلد بتاع الفرو والحاجات بتاع الحيوانات، فكان بياخدوا رماد من الجبل ويضيفوه على الجلد ده عشان ينشف الدهون. اكتشفوا لما بيحطوا التراب ده على الدهون اللي هي متسقه بالجلد بيطلع عجينه، مع الحراره يطلع عجينه. العجينه دي بعد كده استخدموها لقوها بتنظف افضل من مكان بينظف بالتراب لوحده. بعد كده الروايه الثانيه ان الكلام ده بدأ من ايام سيدنا داوود، سيدنا سليمان وسيدنا داوود اول من ادخل صناعه الصابون رسميا في العالم كله. هي الفكره حضرتك بتيجي منين؟ نتيجه وتحليل. هو اضاف ماده تراب من الجبل، التراب ده حضرتك فيه ماده قلويه اللي احنا بنشتغل بيها النهارده. الفكره الاساسيه النهارده لتشغيل الصابون ماده قلويه ودهن. ده فيما قبل ده في المرحله حضرتك احنا اشتغلنا لحد سنه 1970 بالدهون، دهون الحيوانيه. يعني اول ما كان انتاج الصابون ده كان بيتم الانتاج بدهون الحيوانيه بس. بعد 1970 في بدات الحيوانات والدهون تقل في العالم واستهلاك الصابون بدا يزيد، فالعلماء بداوا يدوروا على بديل دهني تاني غير الحيوان.
ففي بقى حضرتك نبات اسمه زيت النخيل، بقى دلوقتي المنتج بقى افضل من الاول بكتير. بس هو الاسم بتاع السافو بقى بعيد شويه عن المنظمات التانية، ليه بقى مسافه بينهم بعض بعيده؟ اقول لحضرتك احنا مع انه اسمه احنا اسم يعني كلنا حافظينه. اقول لحضرتك تفسيري انا كان فتره ما كان سافو موجود كان الناس بتتفرج على القنوات المصريه قنوات الاولى والثانيه والثالثه حفظناها حضرتك عارفها دي طبعا. فكان فيها الاعلان بيبقى المشاهد ما عندوش غير القنوات دي فبيشوف المنتج. النهارده لما دخلت القنوات الخاصه وبعدين دخل كمان المستثمرين اللي هم اصلا بداوا صنعوا المنظفات في مصر بداوا يعملوا ايه ما بنوش مصانع، هم جم عندنا هنا في شركه النيل، الشركات اللي انت حضرتك عارفها الاسماء اللي اشتروها مش اشتروها بداوا يصنعوا عندنا. يعني احنا بنعمل البيس باودر ده للشركات البراند اللي حضرتك عارفها لحد النهارده، هو بياخد البيس باودر ده يعني انت بتعمل الماده هو يحطها في كيس وبيعها، بيحطها في التغليف وبيعمل لها الدعايه وبيصرف عليها وبيعها ضعفك وبيصرف ضعف طبعا المستهلك بيعها ضعفك. عايز اوصل رساله من خلال حضرتك، المستهلك مش فاهم حاجه، المستهلك هو اللي بيدفع المصاريف الدعايه والاعلان والهدايا وكل اللي بيدفعه ده المستهلك اللي بيدفعه لان الفرق اللي بينه وبينه في السعر هو عباره عن ايه؟ عباره عن دعايه وزي ما بيقولوا بقى مميزات وبونص وخصومات للتجار والحاجات دي. ده ما هو بيصنع عندك؟ بيصنع عندنا احنا حضرتك هتلاقي النهارده احنا بنصنع بيس باودر لشركات لو مسموح لنا نقول اسماء يعني نقول بنصنع البيس باودر. لا لا ارفع لنا قضيه احنا مش هنقول اسماء فهو عنده حضرتك هرجع تاني ممكن نيه الدعايه وبيصرف يعني ويدي الكراتين الحلوه الفخمه ديت اسمها كذا واسمها كذا واسمها كذا في منها بعضها مش كلها متصنع هنا هو خده غلفه ايوه فعلا وحط عليه اسمه وعمله الاعلانات والنهارده حضرتك هتشوفنا بننتج لاحدى الشركات البراندات دي وموجود حاليا المصنع شغال حلاوته بس هو حضرتك بقى بيصرف دعايه وبيصرف يعني دي خصوماته حاجه اخر زحلقه بصراحه حضرتك يعني اخر زحلقه بصراحه فده المشكله ان ليه صابوا بعيد عن الناس عندناش انت مخصص. ما عندكش ميزانيه دعايه مفيش مخصص دعايه مفيش ميزانيه دعايه النهارده وفي نقطه تانية احنا حضرتك الاسعار بتاع المنتجات بتاعتنا لازم تكون مناسبه للمستهلك اللي هو المواطن العادي فما عندكش بقى فلوس تقطع الدعايه والحاجات احنا ملتزمين برضو باسعار يعني حضرتك انا المنتجات بتاعتنا بتدخل برضو للاسواق اللي هي خاصه بالجمله الخاصه بالمواطن بتاع التموين هنتجول في المصنع بقى احنا في قسم الصابون مع يحيى سلامة عم يحيى سلامة المسؤول عن الصناعة هنا كلها. الصابون بينزل هنا هنوريكم الصابون ده قطع كده تسميه ايه يا عم يحيى؟ نودلز مكرونة ما بتتاكلش بتنزل هنا النودلز دي جايه من بره تاخد من وزن او مصورة النودلز دي جايه من بره اعلى انواع الصابون الماليزي بتجي لكم كراتين من ماليزيا العطر بينزل اهوت كل اضافات هنا في الخلاط ده الميكسر الخلاط انتوا شايفين ده العطر يعني النودلز اللي جايه من ماليزيا بنحط عليها الريحه اللي احنا عايزينها الريحه وتيتانيوم اوكسايد كل المحسنات اللي بتضاف للصابون تمام وبتدخل في الخلاط الميكسر ده هيقلبها تتجانس دي اول مرحله دي اول مرحله في صناعه الصابون كويس هنفتح دي بقى هو هيقلب ولما يخلص تقليب بيقلب اوتوماتيك تحت هنا ده بيقلب بص دي تجانس كده نزل بقى كده اهو انا وراك مش هسيبك اتفضل يا فندم خش لغايه ما نشوف هيروح فين اتفضل شغل مدفع تمام يا باشمهندس هنروح فين بقى دي حضرتك كده رجعت بتاع مكرونه مكرونه تخينه بقى بعد الاضافات والروائح لو شميت من هنا هتلاقيها تختلف عن اللي احنا حاطينه هتخش بعد كده على الطاحونه اتفضل حضرتك دي بقى هتهرس هتهرس تحوزها الرقائق كده قبل الهروب تعالى كده اتفضل اتفضل اهي حضرتك هنا بقت كده رقائق ورقيه كده
دلوقتي احنا دخلنا في مرحله الشيبسي بقى. الشيبسي تخش هنا على البلودر دوت بتتبس على هنا اهو. برمتين جوه برمتين. ده بقاله كام سنه ده؟ ده اكتر من 40 سنه. المكنه هي هي. ده الماني. مكن الماني. ما تغيرتش؟ لا لا لا. بس شغاله بكفاءه احسن من الجديد. كفاءه وطاقه انتاجيه عاليه يعني. الالمان دول جابوها. لا الالمان نعم رواني. يعني يعملوا العربيه مرسيدس ويعملوا الصابون كمان؟ كل حاجه كل حاجه. في سكاكين تقطيع ده البار. ده الصابونه كده. دي بتقطع السكينه دي بتقطع بمقاسات معموله بومبي كمان. ما هو الواد ده والشاش بتتغير على حسب ما انا عايز. حسب ما انت عايز. دي الاسطمبه. لا الاسطمبه هي ده هنا بيطلع لي الشكل اللي انا عايزه. عايز كده عايز كده احجام او ده. تمام. بقطع هنا تطلع لي كده. ده الوزن هيخش الخيط في الاسطمبه. دي صابونه. لسه هتاخد الخيط. احطها. اتفضل. اتفضل. دي الستامبنج ماشين مكنه التخييم. دي هتعمل ايه بقى؟ هتكتب الاسم الصابونه وتديها الشكل النهائي. ده الخيط. الخيط. يا ولا. ده حضرتك كده اسمها ايه الصابونه دي بقى؟ موفي. موفي طلعت اهي. موفي. بعد ما خدت الشكل والاسم. دي بت انتاجكم برضو؟ انتاج الشركه. عندنا احنا عندنا هنا كذا صنف من الصابون. هجيب لحضرتك برضو انواع الصابون الجليسرين وفحم والسواد. هتشوفوا حضرتك. هتروح تتغلف بقى. هتغلف وتخسر. حضرتك بقى هنا بيحطها على المدع مكنه التغليف. دي مكنه التغليف. دي بتشيل اي زوايد برضو فيها. كل حاجه وبتظبطها قبل ما تخش. وبعدين هنا تطلع من هنا متغلفه. ده التاريخ. يختم التاريخ عليها. تاريخ اليوم. عملنا لازمك تاريخ انتاج. وهي صلاحيه الصابونه قد ايه؟ 5 سنين. بس لازم تكتب تاريخ الانتاج ده كويس. معرفش انا شهادات ايزو. احنا واخدين شهادات ايزو كلها. وبعد كده بتعبى هنا في العلب. دي العلبه بتاعتها كمنتج نهائي. وتتحط في الكراتين. بكام بقى الصابونه دي؟ دي متعرفش. لا حضرتك احنا يعني محل 5 جنيه. ب 5 جنيه. 125 جرام. السابو اللي هو البودره اللي بيتحط في الغسالات وبننظف فيه كل حاجه. اللي هو بيبدا بقى ازاي بالمكنه ديت؟ حضرتك صابو البودر ده المسحوق ده ليه برج تحضير. حضرتك عباره عن حوالي 12 مكون من مكونات. حضرتك بتتعمل عجينه. المكونات دي جايه من بره برضه؟ المكونات دي 90% منها استيراد. خامات استيراديه. والكومبولنس ده او الفرموله دي بتدخل تجانس عجين، وبعد كده بتدخل برج اسمه برج الرش. حضرتك بيرشها اللي احنا شايفينه ده. اللي هو البرج ده ارتفاعه 40 متر. حضرتك بيتم فيه ضخ العجينه دي مع وجود حراره، بتطلع حضرتك بشكل اللي هو الخفيف بالكثافه الخفيفه اللي احنا بنشوفها. بيتجمع المنتج ده كله وبينزل، بنضيف له بعد كده وهو ماشي في مرحله الجف دي العطور، الريحه اللي احنا بنحط عليها. وبعض المحسنات في بعض يجي هنا بقى. وبعدين يجي حضرتك يجي هنا كده على المكان التعبئه ده. من المصنع هنا. تعالى شوف بقى التعبئه ايه. دي التعبئه ايه ده بقى حضرتك بقى مكان التعبئه ده. المنتج ده المنتج ده حضرتك احنا ده منتج صابو. ده بنعمله التموين. يعني ده ما بيتباعش في السوق؟ بيتباع في السوق. بس بسعر تاني. يعني دوت للتموين بياخدوه بسعر والناس بتشتريه بسعر، بس في النهايه هو ارخص من اي مسحوق تاني. ده سابو بتاع زمان اهو. الناس العواجيز اللي زي حالاتي. احنا كل غدائنا بالعلب. حضرتك العلبه دي. ايوه كرتونه. لحد دلوقتي.
كنا نفتحها من هنا كده بنقعد نقطعها وتتبل ومش عارف ايه. ليك حضرتك عندنا علب مكتوب عليها 5 قرش لحد دلوقتي العلب. طبعا 5 قروش. بيتعبى بقى حضرتك المكتب ده وعلى طول العربيات بتاخده وتطلعه على الاسواق. ألف شكر حبيبي، شكرا يا رجالة، شكرا، صباح الفل.